صباح الخير يا شباب، هنسجل مع بعض دلوقتي آخر سيشن معانا في شابتر 3 بإذن الله. بتقول لحضرتك إيه أول سؤال عندك؟ بيقول لك the continuity of electric motor rotation due to، كنا بنقول الموتور ليه بيكمل لف؟ عشان الإيه؟ الإنرشي، يعني الموتور بيبقى بيلف كده فجاي بسرعة، فبدل ما يقف نتيجة للسرعة بتاعته tendency to motion، فبالتالي هو بيكمل إيه؟ لف. وبالتالي ليه الموتور كان بيكمل لف؟ عشان الانرشي. طب ليه الموتور كان بيكمل لف في اتجاه واحد؟ عشان الكوميوتيتور بيريفرس الكرنت دايركشن ايتش هاف سايكل كوزنج كونتينوس روتيشن ان وان اي دايركشن. يبقى نفرق بين الاثنين، ليه الموتور بيكمل لف؟ عشان الانرشي. طب ليه الموتور بيكمل لف في اتجاه واحد؟ عشان الكوميوتيتور بيعكس اتجاه الكرنت كل نص سايكل، فده بيؤدي ان يحصل كونتينوتي اوف روتيشن ان وان اي دايركشن. بالمره من هنا دخلنا في الحته ديت، نقول السؤال الثالث المهم بتاعهم، ليه الموتور ليه الموتور ازاي، يعني بمعنى اصح اعلي الباور اوف روتيشن بتاعه ازاي، ازود سرعه الموتور. قالك بنزود سرعه الموتور عن طريق ان احنا نزود السيفرال كويلز ايكوال انجلز بتوين ايت. يبقى كده ممكن نعمل مقارنه محترمه ما بين الدينامو والموتور من حيث ايه. قالك بص يا سيدي، الكوميوتيتور في الدينامو كان بيحول من اي سي ليوني دايركشن، الكوميوتيتور في الموتور بيعمل ايه؟ بيريفرس الكرنت دايركشن ايتش هاف سايكل كوزنج كونتينوس روتيشن ان وان دايركشن. طب السيفرال كويلز ويز ايكوال سمول انجلز بتوين ذم، في الدينامو بتحول من يوني دايركشنال لدي سي، في الموتور بتنكريز الباور اوف ايه؟ روتيشن. يبقى في مقارنه كده محترمه ما بين الكوميوتيتور دورها في الدينامو ودورها في الموتور، ما بين السيفرال كويلز ويز ايكوال سمول انجلز بتوين ذم في الدينامو وفي الموتور، وكمان ان الموتور بشتغل بفليمنج ليفت لكن الدينامو بشتغل بفليمنج رايت، والساينتفك ايديا بتاعت الموتور التورك لكن الساينتفك ايديا بتاعت الدينامو الكتروماجنتيك اندكشن. الدينامو بيحول من كاينتيك او ميكانيكال لالكتريكال، لكن الموتور العكس من الكتريكال لكاينتيك او ميكانيكال. دي كانت مقارنه مهمه لاهم الفروقات بين الدينامو والموتور. طيب السؤال التاني بيقول لك ايه ذا ابيليتي تو انكريز ذا الكتريك موتور روتيشن. لسه قايل ان انا ازود الروتيشن بتاعت الموتور، ان انا بزود السيفرال كويلز ويز ايكوال سمول انجلز ايه بتوين ذم، يبقى ايكوال انجلز بتوين ايه ذا كويلز وسيفرال ايه كويلز. طيب دخلنا بقى في ترانسفورمر، حصتنا الاساسيه النهارده. بيقول لك ايه ذا افشنسي اوف ترانسفورمر از ايكوال 90% وين، طالما كفاءه الترانسفورمر 90%، كفاءه عندي كام؟ 90%. طب يبقى انا كده ضيعت قد ايه؟ ضيعت 10%. طب يبقى اللوس ان انرجي 10%. نروح للسؤال اللي بعده، ذا باور اوف الكتريك موتور تو روتيت انكريز، قلنا ليه؟ عشان ازود سيفرال كويلز ويز ايكوال انجلز بتوين ايه؟ زين. طيب السؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ ريشيو بتوين انرجي ان سكندري كويل تو ذات ان برايمري كويل. لو فاكر تعالى كده نفتكر سوا، الافشنسي بتساوي energy secondary على energy primary في 100، او power secondary على power primary في 100، او بتساوي برضو v secondary i secondary على v primary i primary في 100، او بتساوي v secondary n primary على v primary ان سكندري في 100. يبقى انا عندي كام قانون للافشنسي؟ يعتبر اربعه، والاربعه جايين من بعض كده كده قلناهم وعرفناهم وخلاص. طيب يبقى بالتالي هو بيقول لك انرجي سكندري على انرجي برايمري، هو انرجي سكندري على انرجي برايمري ده قانون اصلا ايه؟ افشنسي. يبقى الاجابه هنا افشنسي اوف ايه؟ ترانسفورم. طيب نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك ايه the current passing in the coil of motor must be reversed each half cycle during rotation. الكرنت في الموتور بيغير اتجاهه كل نص لف، ده اصلا بسبب ايه؟ كوميتيتور. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان يعمل continuity rotation in one ايه direction. يبقى الاجابه هنا the coil continuous rotation in the same ايه direction. direction دي تبع دي سي، بس عشان الفونت يعني مش اكتر. طيب نروح للي بعده، the efficiency of transformer 90% يبقى loss in energy 10%، نفس الفكره طبعا نكررها بس بالغلط فمفيش مشكله خالص. نروح للسؤال اللي بعده، كنا بنقول ايه بقى؟ طيب بص يا سيدي، قبل بس نروح للسؤال اللي بعده تعالى كده عايزين نفتح نشوف كده ورقه فاضيه ولا حاجه نلم فيها الدنيا في المسائل.
ماشي وين كان لازم ندخل. عايز عايزين ورقة فاضية. انت هتمنتج ده؟ لا ماشي. بص يا شباب هنسمي بس كده كام حاجة قبل ما نبدأ نحل، عشان وانا بحل الدنيا تبقى اسهل شوية، الناس ما تجيش تقول المستر جاب الكلام ده منين والدنيا ما ظبطتش ازاي. احنا من الاخر القصة بتاعتنا هنقسم دنيتنا، انا عندي كام نوع من الترانسفورمر، ستيب اب وستيب داون. انا عندي كام نوع من الترانسفورمر، نوعين ستيب اب وستيب ان. لا ستيب اب بيعلي فولتج ويقلل كارنت، ستيب داون بيقلل فولتج ويعلي كارنت. لازم افهم ان في الستيب اب فولتج السكندري اكبر من فولتج البرايمري، ان سكندري اكبر من ان برايمري، اي سكندري اصغر من اي اي برايمري. هنا العكس، في برايمري اكبر من في سكندري، ان برايمري اكبر من ان سكندري، اي برايمري اصغر من اي سكندري. نروح، في مشاكل في الكلام ده؟ طيب دي اول حاجه، عشان كل المسائل انا هحل بناء على الثلاث حاجات اللي انا هكتبها، فبالتالي انا بثبت الدنيا قبل ما ابدا. تاني حاجه، لو عندي ترانسفورمر بلس دي سي سورس، دي سي سورس اللي هو ايه؟ الباتري طبعا. تفهم على طول حاجتين، ان اي سكندري بزيرو واي برايمري ايكوال في بي على ار توتال بلس ار سوير. يبقى انا عايزك تعرف كام معلومه غير اللي سبتهم من اتنين، معلومات ستيب اب وستيب داون، لان هو يجي يقول لي ستيب اب فانا حابب عدد بايه؟ لفات، وهشتغل على الكلام دوت بناء عليه، او ستيب داون ايا كان. لو عندي ترانسفورمر مع بطاريه وما افكرش، اي سكندري بزيرو اي برايمري ايكوال في بي على ار بلس ايه؟ بس دي حاجه. طيب زي ما قلت، الحاجه الثانيه اللي عايزك تعرفها ان انا اي مساله ترانسفورمر هقسمها نصين، يا اما افشنسي يا اما ايه؟ ايديال. لو افشنسي بشتغل بالقوانين اللي احنا كتبناها من شويه، باور السكندري على باور البرايمري في 100، او في سكندري اي سكندري على في برايمري اي برايمري في 100، او في سكندري ان برايمري على في برايمري ان سكندري في 100. ولازم ابقى عارف ان في الافشنسي باور البرايمري اكيد اكبر من باور السكندري، و فريكوانسي البرايمري قد فريكوانسي السكندري، والباور لوست بيساوي اي سكندري سكوير ار. طب في الايديال، باور البرايمري قد باور السكندري، وفريكوانسي البرايمري قد فريكوانسي السكندري. وهشتغل بالقانون ده بس، في سكندري على في برايمري، ان سكندري على ان برايمري، اي برايمري على اي اي سكندري. في مشاكل في الكلام ده؟ والباور لوس طبعا هنا في كام؟ بزيرو. بس ثبتنا الكونسبت بتاعنا عشان لما ابتدي اشتغل واكتب القوانين واشتغل عليها تبقى الناس فاهمه الدنيا. طب نرجع بقى لموضوعنا تاني عادي. ماشي. وهنا كان لازم ندخل المره الثانيه. الحمد لله جت سليمه. اتفضل. طيب احنا كنا فين؟ احنا كنا فين؟ ماشي ماشي كل ده تمام. كنا في 8. طيب بيقول لحضرتك ايه؟ A transformer has an input DC voltage. احنا خلاص اتفقنا once ان هو قال DC voltage يعني باتري، يعني اي سكندري كده كده بكام؟ بزيرو. اي ام اف سكندري بكام؟ بزيرو. هو فعلا بيسال على الاوتبوت ايه؟ فولتج. يبقى انا مش هفكر اصلا الاجابه ايه؟ زيرو. نروح للي بعده. يقول لحضرتك ايه؟ A transformer is used to step up the voltage. قال لك ستيب ايه؟ اب. ستيب اب ده بيعلي الفولتج، ففولتج السكندري اكبر من فولتج الايه؟ برايمري. يعني كده الراجل بيقول لي ان فولتج البرايمري 120 فولت وفولتج السكندري ب 3000 فولت. حلو؟ If the current passing through primary coil is 2 امبير. يعني I primary ب 2 امبير and the current passes through secondary coil 0.06 و I secondary ب 0.06 ايه؟ امبير. عايز الافشنسي، خلاص
احنا قلنا قانون الافشنسي عندي اربع كوني سوري ثلاث كوني هشتغل بقى ما هو مديني معلومات عن في واي يبقى اشتغل بقانون الفي والاي يبقى في سكندري اي سكندري على في برايمري اي اي برايمري في 100 في سكندري بكام 3000 اي سكندري 0.06 في برايمري 120 اي برايمري ب2 في مشاكل في الكلام دوت طيب تعالى نحسب كده 3000 في 0.6 لا سوري 0.06 اوفر 120 في 2 هنضرب الكلام ده في 100 هيدي حضرتك 75% يبقى الاجابه هنا 75 ايه في المية. نروح للسؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ايه which transformer is used to transfer electric energy from power generation station كنا بنقول عند اماكن الجينيريشن احنا بنركب استباب عند اماكن الفاكتوري او الكونسيومر بمعنى اصح المستهلك بنركب ستيب داون فبالتالي معنى كده فهمت ان هو عايز ستيب ايه كده كده هنستبعد دي ودي احنا خلاص اتاكدنا ان انا لازم اشتغل بايه باي سي سورس وكده كده اكيد سوفت ايرن عشان اقلل الباور ايه لوست طب طالما ستيب اب يعني عدد لفات السكندري لازم يكون اكبر من عدد لفات الايه البرايمري يبقى الاجابه هنا دي نروح للسؤال اللي بعده Which of the following choices describes the parts of step up transformer? لسه قايلين في ال step up transformer ان secondary اكبر من ان primary والعكس بقى i primary اكبر من i secondary يبقى الاجابه هنا ايه؟ نروح للسؤال اللي بعده Which of the following quantities increase in secondary coil? مين اكبر في secondary coil؟ والله يا باشا على حسب step up ولا step down؟ قال لك step ايه؟ داون خلاص احنا من مذاكرتنا للستيب داون الستيب داون ده بيقلل الفولتج ويعلي كارنت فمعناها في برايمري اكبر من في سكندري ان برايمري اكبر من ان سكندري اي سكندري اكبر من اي برايمري يبقى الوحيد اللي بينكريزز ان سكندري كويل في الستيب داون هو الكارنت انتنسيتي ابوس ايديكم محدش هيختار دي اول ما اشوف كارنت روح مختارها قمه العبث ركز يا حبيبي انت بتقرا ايه انت لازم تختار ايه كارنت يبقى effective value of current مش فارقه مستر ايه ده مستر effective مش فارقه يا حبيبي اي effective او اي maximum ما لو ده قل هي ده هيقل هم ريشيو يبقى خلي بالك عشان بشوف ناس كتير قوي تروح تختار current يقول لك current يا مستر حبيبي ده current frequency ما هو الفريكونسي ممكن نسميه current ايه frequency يبقى الاجابه هنا من الاخر الاي نروح للسؤال اللي بعده the physical quantity that increase in ideal step down transformer is هنا بقى current intensity يعني يبقى الفرق بس بين السؤالين دولت احنا بنلعب على حته ايه اللفظ انت ركز هي كارنت انتنسيتي يقول لك بقى افكتيف فاليو اوف كارنت يقول لك كارنت انتنسيتي مش فارقه نروح للسؤال اللي بعده ذا ترانسفورمر از يوزد اول سؤال اساله نفسي ما ده السورس فانا فهمت كده ان ده البرايمري وده السكندري للاحول هيشوف ان عدد اللفات في السكندري اكبر من عدد اللفات في الايه في البرايمري كده الراجل قاصد يقول لك ان سكندري اكبر من ان ايه برايمري فانا فهمت من مذاكرتي من الجدول ان طالما السكندري عدد لفات السكندري اكبر من عدد لفات البرايمري ده معناه ان ده ستيب اب ترانسفورمر يعني بيتوصل في اماكن الجنريشن ولا الكونسيومر او الفاكتوري من الاخر الجنريشن يبقى يعني هل الكونسامبشن اريا لا طبعا تستابلايز ذا فولتج ملوش علاقه بالموضوع ده تستابلايز ذا كارنت ملوش علاقه بالموضوع ده ات ذا باور جنريشن ستيشن طبعا صح نروح لاخر سؤال معانا تقريبا في الميد في الايزي اخر سؤال تقريبا في الايزي ايوه A transformer of efficiency 90% عندي transformer كفاءته كام 90% if the consumed electric power in secondary coil increases by 5% لو الباور في secondary coil زاد ب 5% then the efficiency increase to 95% increase to be 90.05 decrease to 80% طبعا استيز خلي بالك الترانسفورمر كفاءته ديت بتبقى معموله مش على حسب الحاجه يعني خلي بالك الكفاءة بتساوي باور سكندري على باور برايمري بس هل وانا بعمل الترانسفورمر هيتأثر بالباور اللي هيوصل او هيتبعت؟ لا ما هو كده كده الترانسفورمر متصنع كفاءته ايه؟ ثابتة فبالتالي الكفاءة بتاعته هتفضل ايه؟ وانس ان هي 90% تفضل طول المسألة بكام؟ ب 90% ما بتتغيرش باور السكندري بقى زاد باور السكندري قل مش تفرق ما هو لو باور السكندري زاد باور البرايمري ايه؟ اكيد هو كمان زاد
كده كده من الاخر ايه اللي انا عايز اطلع بيه السؤالات؟ ان الافشنسي بتاعت الترانسفورمر دايما ايه؟ ثابته، ما بتتغيرش. وانس انه الدهانيه هتفضل ايه؟ ثابته. وبكده نكون خلصنا الايه؟ الايزي. نبدا بقى في الميديم على طول كده مع بعض. بيقول لك وات از ذا اوت بوت بوتنشال ديفرنس فروم ذا سكند ريكويل ترانسفورمر اون ذا رايت؟ يعني عايز الفولتج اللي هيطلع هنا. طيب انا الاول مش هلخبط نفسي، هشتغل حاجه حاجه. واضح ان ده في برايمر وده ان برايمر وده ان ايه؟ الترانسفورمر ده لو الحته دي، فهشتغل هنا. هل الراجل جاب سيره افشنسي؟ لا. طب طالما ما جابش سيره افشنسي يبقى انا خلاص هعتمد على طول ان الترانسفورمر ده ايه؟ ايديال. انا وانا بقول ورا قلت ان القوانين بتاعتي في سكندري على في برايمري، ان سكندري على ان برايمري، اي برايمري على اي سكندري. مش انا قلت ده القانون الوحيد اللي بشتغل بيه في الايديال؟ يبقى خلينا اهو مثبتين قواعدنا. طيب والله في سكندري عايز اجيبها، في برايمري ب 240 الف، ان سكندري ب 50، ان برايمري ب 1000، كروس مالتيبليكيشن اجيب في سكندري 240 الف ماشي في 50 على 1000 هتطلع 12000. يبقى دوت كده 12000 فولت. 12000 ايه؟ فولت. قال لك طالما عندي ايديال ترانسفورمر ودول كده جنب بعض يبقى ال 12000 فولت دول كلهم هيروحوا فين؟ لده. يعني كده دوت الفولتج بتاعه هو كمان ايه؟ 12000 فولت. يعني في سكندري واحد، في سكندري واحد بتساوي في برايمري 2، بتساوي في برايمري ايه؟ يعني الفولتج اللي اتكون هنا يروح كله الكويل البرايمري بتاع الايه؟ الكويل دوت. طب تعالى نشتغل على الكويل التاني، عشان انا كده معايا ان برايمري الكويل ده وفي برايمري الكويل ده وان سكندري الكويل ده، اقدر اجيب في نفس القانون بالظبط. في سكندري اللي حضرتك عايز تجيبها اللي هناك على في برايمري اللي هي كانت هنا سكندري 12000 بتساوي ايه؟ ان سكندري اللي هي 20 على ان برايمري كام؟ 600. يبقى 12000 في 20 على 600 هتدي حضرتك 400 فولت. يبقى في سكندري ب 400 فولت. طب بالعين كده السؤال اللي تحتيه، مش هنا عدد اللفات ان برايمري اكبر من ان سكندري؟ وهنا برضو ان برايمري اكبر من ان سكندري. طب طالما عدد لفات البرايمري اكبر من عدد لفات السكندري يبقى دوت كده ستيب اب ولا ستيب داون؟ طبعا ستيب ايه؟ يبقى بوس اور ستيب داون ايه؟ ترانسفورم. هو بيقول لك في الاثنين دولت مين ليفت اور رايت؟ ايه نوع الترانسفورم؟ طبعا الاثنين ستيب ايه؟ داون. نروح للسؤال اللي بعده. اف 25 واط اوف باور ار ابلايد تو برايمري كويل. باور البرايمري ب 25، اتفقنا اتفاق. لو ايديال يبقى باور البرايمري قد باور الايه؟ السكندري. لو افشنسي يبقى باور البرايمري اكبر من باور الايه؟ السكندري. هنا راجل مشكورا قال لي ايه؟ ايديال. يبقى كده كده باور السكندري علاقته بالبرايمري ايكوال. يبقى الاجابه هنا 25 ايكوال. لان باور البرايمري دايما قد باور السكندري في الايديال ايه؟ ترانسفورمر. ليه؟ لان مفيش حاجه ضغط. ما هو لو بعت 100 واط هيوصلوا 100 واط، بعت 50 واط هيوصلوا 50 واط، ما هو مفيش اصلا باور لوست. كفاءه 100%، ما هو كلمه ايديال معناها كفاءتي 100%، يعني اديتك 100 هيوصل لك 100. طيب نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ ذا ريشيو بتوين نمبر اوف تيرنز اوف كويل اوف ترانسفورمر ذات ترانسفير 220 فولت انتو 17.6 فولت. يعني هم حولوا ال 220 ل 17.6. بالعقل كده ال 220 نزلوا بقوا 17.6. يعني كده الفولتج زاد ولا قل؟ طبعا الفولتج ايه؟ قل. طب طالما الفولتج قل يبقى اكيد ده ستيب ايه؟ ستيب داون. طب طالما ستيب داون يبقى مين عدد لفاته اكبر، البرايمري ولا السكندري؟ طبعا ان برايمري اكبر من ان ايه؟ سكندري. فبالتالي يبقى كده انا فهمت ان ان برايمري ب 10 وان سكندري بكام؟ ب 1. في برايمري ب 220 وفي سكندري بكام؟ 17.6. هو عايز ايه؟ الكفاءه. مديني في وان، يبقى اشتغل بانهي قانون للكفاءه؟ في سكند ان برايمري على في برايمري
ان secondary multiply 100. طيب يبقى الافشنسي بتساوي في secondary كام؟ 17.6 multiply ان primary بكام؟ 10. هنا في واحد ان secondary 220، يعني طبعا ما تنساش تضرب في 100. 176 divided 220 multiply 100 هتطلع 80%. هتطلع 80%. يبقى كفاءة الترانسفورمر هنا كام؟ 80%. نروح للسؤال اللي بعده. ماشي. step down transformer decreases the voltage. decreases ايه؟ مقلل الفولتج. يبقى ده اكيد step ايه؟ down. هو قال لي كمان. طب طالما step down يبقى عدد لفات البرايمري اكبر من عدد لفات الايه؟ secondary. وفي برايمري اكبر من في ايه؟ secondary. طب 110 دي ايه؟ في برايمري. 35.2 في secondary. ratio between number of turns 5 to 2. يبقى ال 5 دي ان برايمري وال 2 دي ان secondary. طيب هو عايز ايه؟ عايز الافشنسي. مديني في وان زي اللي قبليها. في secondary ان برايمري على في برايمري ان secondary multiply 100 عوض معايا حق في secondary بكام؟ فين فين؟ 35.2. ان برايمري كام؟ 5. يا احمد بطل تكح في الفيديو. في برايمري كام؟ 110. ان سكندري كام؟ ب 2. يبقى 35.2 في 5 110 في 2 في 100 هتطلع 80%. في مشاكل في الكلام دوت؟ نروح للسؤال اللي بعده. ذا جراف طبعا عايزين بس نعدل هنا كده مبدئيا ان دي فولتج مع احترامي الكامل الديستانس دي غلط تماما دي فولتج وطبعا دي فولت. ذا ترانسفورم ذا جراف ريبريزنت ريليشن بتوين انبوت فولتج يعني دي في ايه؟ برايمري فيرسس تايم ان ستيب داون ترانسفورمر. هو قال لك ستيب ايه؟ داون. طب طالما ستيب داون يعني انا بزود الفولتج ولا بقلله؟ طبعا بقلله. هو الفولتج هنا كام؟ 120 فولت. واحنا متفقين اتفاق مهم جدا. هل الفريكوانسي ستيب اب بقى ستيب داون ايديال افشنسي مش فارقه؟ الفريكوانسي دايما ايه؟ كونستنت. طب طالما الفريكوانسي كونستنت والفريكوانسي من الدينامو واخدين ان هي بتساوي واحد على بريودك تايم، طالما الفريكوانسي ثابته يبقى البريودك تايم هو كمان ايه؟ ثابت. يعني انا كده عايز اشتغل على كيرف ستيب داون يعني الفولتج يقل عن 120 ايا كان الالالام مش فارق بالنسبه لي والبريودك تايم يكون ايه؟ ثابت. البريودك تايم هنا كان كام؟ 20 سكند. طيب يبقى انا عايز جراف الفولتج فيه قل عن 120 والبريودك تايم كام؟ 20. ليه يا مستر البريودك تايم 20؟ عشان الفريكونسي ثابت. طيب دوت لسه عند 120 اهو فايه؟ في الزباله. دوت لسه عند 120 نفس الزباله. يبقى انا كده يا جماعه عندي تشويسز يا ايه يا دي. طيب انا عايز الفولتج يقل تمام محلوله في ايه ودي الاثنين قايله. البريودك تايم لازم يفضل بكام ماشي؟ مش البريودك تايم هو تايم تيكن تو ميك وان كومبليت سايكل يعني الوقت اللي خدته عشان اعمل لفه واحده ايه كامله. طب هنا خدت بالك ان اللفتين خدوا 20 يبقى ده اكيد غلط. هنا اهي الاي ام اف قلت اهي واضحه وصريحه وفي نفس الوقت البريودك تايم ايه؟ ثابت. يبقى الاجابه هنا طبعا ايه؟ تشويس ايه؟ يبقى الاجابه ايه؟ نروح للسؤال اللي بعده. The diagram below shows the structure of an ideal transformer. What is the number of turns in secondary coil? راجل مشكورا قال لي ايه؟ ايديال. خلاص يبقى انا كده دماغي كلها توجهت ناحيه الايه؟ الايدل. يبقى انا عارف ان انا مش هشتغل غير في قانون في سكندري على في برايمري ان سكندري على ان برايمري اي برايمري على اي ايه سكندري. هو الراجل اللي عايز ايه؟ عايز ان سكندري. معايا ان برايمري زي الفل. معايا اي برايمري زي الفل. فاضل لي كده عشان اجيب ان سكندري ايه؟ اي سكندري. واضح جدا ان الراجل مديني هنا باور
وريزيستنس. عندي معلومتين زي شابتر 1، هاجي اجيب الايه الثالثه. طب مش الباور بيساوي اي سكوير ار؟ الباور بكام؟ 90. الاي بكام؟ مش معايا. الريزيستنس ب 10. شيفت سولف هتطلع الاي ب 3، او 90 على 10 9. روت ال 9 تديني كام؟ هيطلع الكرنت في السكندري كويل ب 3 ايه؟ امبير يا حاج. طب خلاص روح بقى عوض. ان سكندري هو عايزها، ان برايمري تقريبا 300، اي برايمري 4، اي سكندري لسه جايبينها بكام؟ ب 3. ارحمنا. 4 في 300 على 3 تدي حضرتك 400 ايه؟ تمام. يبقى الاجابه هنا ايه؟ سي. نروح للسؤال اللي بعده. The figure plus show a power station the suitable values for voltage and current reduce the energy lost. طب هو انا عشان كنت اقلل الانرجي، نرجع لاصل الموضوع، انا كنت بحط عند اماكن الجنريشن ستيب اب. ليه ستيب اب؟ عشان يزود كنت راجع عند اماكن الجنريشن ستيب اب عشان يزود الفولتج ويقلل ايه كارنت. طب ليه يا مستر يقلل الكارنت؟ لان الباور لوست بيساوي اي سكوير ار، فانا كنت عايز اقلل الكارنت فالباور لوست يقل. فكنا بنقول كده بحسبه بسيطه، ان انا عندي هنا اماكن الجنريشن وهنا الفاكتوري او الكونسيومر، كنت باجي هنا كده اركب ستيب اب فعلي الفولتج واقلل الكرنت، وهنا الاسلاك دي بيضيع فيها باور لوست بيساوي اي سكوير ار، فكده بنتيجه قللان الكرنت بقلل الباور لوست. واجي هنا اركب ستيب داون فارجع اعلي الكرنت تاني واقلل الفولتج، فبالتالي ابقى عليت الكرنت. فبالتالي يبقى انا كده عشان اقلل الباور لوست هختار اجابه هتو ريديوز ذا انرجي لوست، هختار اجابه فيها اقل كرنت. ده ليه من؟ فبالتالي طالما اقل كرنت يعني اعلى ايه؟ واتش. يبقى الاجابه هنا تشويس ايه طبعا؟ دي. تعالى كده بس كده نرفعها لكم فوق شويه. فانا طبعا هختار ايه؟ الاجابه اللي فيها اقل كرنت عشان ريديوز الباور لوست قوي ومش فارق معايا الايه؟ الفولتج. يبقى الاجابه هنا تشويس ايه؟ دي. Which of the following choices describes the part of step up? ستيب اب يعني بيعلي الفولتج، يعني ان سكندري اكبر من ان برايمري، يعني الاجابه دي 100 ودي كده سوفت ارن اي سي، لان مستحيل اركب دي سي. نروح للسؤال اللي بعده. ان ان الكتريك ترانسفورمر ذا سكندري كويل از تشينجبل نمبر اوف تيرنز. The opposite graph represents the relation between the potential difference between turns of secondary coil and the number of turns of secondary coil. عايز الباور اوف سكندري كويل، عايز باور ليه؟ when its number of turns is 200. فين يا حاج النمبر اوف تيرنز 200؟ يعني هو عايز اشتغل على الحته دي في الجراف. خدت بالك ان الراجل هو اللي وجهني انا هشتغل فين؟ طيب في سكندري ب 192 فولت، ان سكندري ب 200 طيب الريزيستنس اوف اتس سيركت، الريزيستنس كام؟ 75 اوم. هو عايز ايه؟ باور سكندري. طب ما من شابتر 1 الباور سكندري هيساوي في سكندري سكوير على ار، يعني 192 سكوير على كام الار؟ 75. تعالى نحسب يا عم الحاج. 192 سكوير ديفايدد 75 تدي حضرتك 491.52 وات، اللي هي ابروكسيميتلي 491.5. عايز الافشنسي اوف ترانسفورم. طب ماشي، ما الافشنسي بتساوي باور السكندري على باور البرايمري في 100. اول فكره هو انا اصلا معايا اي معلومه تخص البرايمري؟ لا، ولا فولتج ولا كارنت ولا نمبر اوف تيرنز ولا اي حاجه. فهل عمري هعرف احسب الكفاءه؟ مستحيل. لو جيت اقول لك مثلا بس يبقى ايه؟ ايديال 100%. لا يا حبيبي، ما هو قال افشنسي. طالما قال افشنسي يبقى عايزني احسبها. هل في طريقه احسبها بيها؟ لا طبعا. فبالتالي الاجابه ايه؟ طبعا غير متوقعه بالمره وكانت تاني. وانا اعرفش. مش هعرف احسبها يعني. فهمنا الفكره؟ عشان بس الناس طبعا عمرها طبعا ما هتختار الاجابه دي. طيب نروح للسؤال اللي بعده. In the opposite figure the potential between points AB. ايه ده؟ خدت بالك؟
ايه دي؟ بطاريه. طالما بطاريه يبقى على طول اي سكندري زيرو، في سكندري زيرو. هو عايزه ما بين نقطه ايه وبي، في نقطه ايه وبي اهي، دي سكندري ولا برايمري يا عم الحاج؟ سكندري. يبقى من غير تفكير ايكوال كام؟ زيرو. نروح للسؤال اللي بعده. A step down transformer of effective value 24 فولت when it was connected to electric bulb of 12 volt. معايا الباور ومعايا الايه؟ الفولتج. الباور بيساوي V سكوير R. الباور بكام؟ ب 12. 24 سكوير. طب وليه اللفه دي؟ لا ثانيه، احنا ايه اللي يخلينا نلف اللفه دي؟ يعني ليه اجيب الار وارجع اقعد اعمل فيها على ار؟ يعني ليه؟ ما الباور بيساوي في في ار. الباور بكام يا حاج؟ ب 12 والفي ب 24. اقدر اجيب الاي ولا ما اقدرش؟ 12 على 24 هتدي حضرتك نص امبير، يبقى الاي بكام؟ بنص امبير. بس خلي بالك الكرنت اللي انا جبته ده كرنت ليه؟ الافكتيف. ما انا مذاكر من حصه الدينامو ان الباور بيطلع لي في افكتيف واي افكتيف. طيب يبقى بالتالي انا هاخد الكرنت ده ايه؟ افكتيف. عشان احول من افكتيف لماكسيمم بعمل ديفايد ايه؟ ديفايدد ساين 45 تطلع روت 2 على 2. كنا بنقول لو فاكرين، تعالى بس خلاص تمام. كنا بنقول لو فاكرين عشان احول من ماكسيمم لإفكتيف بضرب في ساين 45. من إفكتيف لماكسيمم ديفايدد ساين 45. الكلام ده ينطبق على ايه؟ على ثلاث حاجات اي واي ام اف وفاي. نفس الكونسبت اي واي ام اف وفاي. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه؟ Which of the following graphs represents the relation between power and primary and power second. Power and primary and power the second. سؤال the ideal ولا efficiency؟ ideal. اتفق. طالما ideal يبقى power and primary at the power the second. ففين الجراف اللي طالع فيه power and primary at the power second؟ طبعا ايه مستر؟ طب لو كان ال efficiency وجاية قدام في الهارد يبقى بالتالي اكيد ال primary اكبر من second. ما هو ما تقنعيش، ما هو مستحيل السكندري اصلا يبقى اكبر من ايه؟ من البرايمري. فطالما لو كان ال افشنسي يبقى اكيد باور البرايمري اكبر من باور الايه؟ السكندري. فبالتالي كان الجراف هيميل ناحيه الايه؟ البرايمري. كانت ساعتها هتبقى سي. نروح للسؤال اللي بعده. طيب the opposite graph represents the relation between the power of the coil and the power of secondary coil. يعني باور السكندري باور الايه؟ البرايمري. For step down ايه؟ ترانسفورم. الستيب داون ايه؟ ترانسفورم. طيب in which ratio between the number of its turns is. السؤال ده ناقص عدد اللفات. السؤال ده يا شباب ناقص ريشيو ليه؟ الترنز. ريشيو الترنز هنا ايه ناقص؟ طب تعالى نجيب الافشنسي الاول. الافشنسي والله بتساوي باور السكندري على باور الايه؟ البرايمري في 100. باور السكندري بكام؟ اي رقمين. 5. باور البرايمري كام؟ 6 وربع. طيب في كام؟ في 100. يبقى 5 على 6.25 ملتبلاي كام؟ هتطلع 80%. هتطلع ايه؟ 80%. طيب اي اي بص يا سيدي، هنا ناقصه 1 على 20. هنا ناقصه 1 على كام؟ على 20. تمام. لا نرجع بس نشوف المسألة كمان معلش. هنا زي ما قلت ناقصة 1 على 20. طب مش هو قال ستيب داون تقريبا؟ قال ستيب داون. ستيب داون دوت يعني بقلل الفولتج، يعني عدد لفات البرايمري أكبر من عدد لفات السكندري. يعني هو كده بيقول إن إن برايمري ب 20 وإن سكندري بكام؟ 1. طيب إحنا كنا جبنا دي تقريبا ب 80. هو عايز إيه؟ البوتنشال. لا عايز الـ value of current intensity in primary coil. طب مش الـ efficiency بتساوي V secondary in primary على V primary in secondary في 100؟ تعالى نعوض. الـ efficiency بكام جبناها؟ 80 equal V secondary مش معايا V primary ب
بكام؟ ب220 اداني هناك ان برايمري 20، ان سكندري 1 100. تعال نشوف هتطلع في سكندري، شفت سول تطلع في سكندري ب 8.8 فولت. تطلع في سكندري كام؟ ب 8.8 فولت. هروح بقى اعوض في قانون الافشنسي التاني اللي هو بيقول لك ايه؟ في سكندري اي سكندري على في برايمري اي برايمري في كام؟ في 100. في سكندري بكام؟ 8.8، اي سكندري ب 2، في برايمري 220. اي برايمر انا عايز اجيبها الكلام دوت بيساوي 80 على 100، يبقى 80 ديفايدد 100. شفت سولف بقى تطلع 0.1 امبير. يبقى بالتالي انا عوضت هنا، جبت معوضت في الافشنسي كل في سكندري ان برايمر على في برايمر ان سكندري في 100، كان معايا كل حاجه ما عدا الفي سكندري، جبتها طلعت ب 8.8. بعد كده رحت عوضت هنا وجبت الاي اي برايمر. ناخد بالنا بس من الحته دي ان كانت ناقصه في السؤال. طب مثلا انت عرفت منين ان البرايمري 20 والسكندري 1؟ عشان هو قال لي ستيب ايه؟ داون، يبقى عدد لفات البرايمري اكيد اكبر من عدد لفات الايه؟ السكندري. ستيب اب ترانسفورمر اوف افشنسي 80%، قال لي 80% كفاءه وده ستيب اب. ذا ريشيو بتوين نمبر اوف تيرنز اوف برايمري كويل تو ذات اوف سكندري كويل 1 على ايه؟ 16. طالما ستيب اب يبقى عدد لفات البرايمري 1 وعدد لفات السكندري كام؟ 16. يبقى ستيب اب عدد لفات السكندري اكبر. سو ذا ريشيو بتوين ذا فريكونسي اوف كرنت ان برايمري كويل اند سكندري كويل. قلنا يا جماعه دايما الفريكونسي الريشيو بتاعتها كام؟ 1 تو 1. ستيب اب بقى ستيب داون افشنسي ايضا مش فارق لي، الفريكونسي دايما كونستنت. نروح للسؤال اللي بعده. ان الكتريك ترانسفورمر اوف افشنسي 90% از كونكتد تو اي سي بوتنشال ديفرنس 110 فولت، دي في برايمري. If the electric current intensity passes through primary coil and secondary coil 2.18، ده I primary وده I second. The output voltage أنا عايز V A second. طب ما خلاص الـ efficiency بتساوي V secondary I secondary على V primary I primary في 100، يبقى 90 على 100. ده أنا حتى أنا بـ divide تساوي V secondary اللي هو عايز I secondary 18، V primary 110، I primary 2. شيفت سولت 100 تطلع ب 11 فولت. طلعت في سكندري بكام؟ 11 ايه؟ فولت. هو طلع سوري عايز الباور سكندري، اوتبوت باور مش اوتبوت فولتج. طب ما باور السكندري هيساوي في سكندري اي سكندري 11 في 18 تطلع 198 واط. طبعا انا لفيت لفه وحشه قوي، ما انا كان ممكن من الاول اصلا ما احطش دوت الصراحه يعني، بس انا ما خدتش بالي انه عايز الباور واعوض كده. هو باور السكندري على باور البرايمري وفكيت باور البرايمري. طيب الطلب الثاني بيقول لك ذا ريشيو بتوين ذا نمبر اوف تيرنز اوف برايمري كويل تو ذا نمبر اوف تيرنز اوف سكندري كويل. طيب مش ده افشنسي؟ الافشنسي بتساوي V secondary N primary على V primary N secondary في 100. عشان اسهل على نفسي هشيل ديت N primary N secondary واحط ايه؟ X. يعني كده القانون بتاعي بقى الـ efficiency بكام؟ ب 90 على 100 بتساوي V secondary بكام؟ كنا طلعناها ب 11. V primary بكام؟ 110 في اكس. اكس ديت اللي هي بتساوي ان برايمر على ان ايه؟ سكند. يبقى 90 دول شيفت سولف ماشي هتطلع اكس ب 9. يعني كده ان برايمري على ان سكندري ايكوال 9. هو عايز ايه؟ نمبر اوف تيرنز برايمري كويل
تو نمبر اوف تيرمز اوف سكند ريكول يبقى 9 على 1. يبقى انا هنا عشان اسهل على نفسي دلوقتي ايه اللي انا عملته، انا شلت ان برايمري على ان سكندري وحطيت بدلها اكس وجبت القيمه كام. نروح للسؤال اللي بعده. An electric transformer of efficiency 80% الراجل مديني الكفاءه is connected to AC power source of voltage effective 240 فولت ده في برايمري. If you know that the consumed power of primary coil is 120 watt the power of primary كده هنجيب باور السكندري خلاص. And the number of turns of primary coil 3000 ان برايمري 3000 and the number of turns of secondary 1500 ان secondary 1500 هو عايز يديني كل حاجه. The type of transformer and the current intensity passing through secondary coil. طب ما خلاص ما الافشنسي بتساوي باور السكندري على باور البرايمري في 100 يبقى 80 على 100 بتساوي هو مديني ايه؟ consumed power of primary coil 120 واط. هات باور السكندري اعمل حاجه 120 في 80 على 100 طلع باور السكندري 96 واط. ده كده بالنسبه لباور السكندري. طيب طالما باور السكندري ب 96 واط هات لي وعايز ايه؟ عايز اي سكندري؟ طب انا معايا في سكندري؟ لا بس ممكن اشتغل ايه؟ مش الافشنسي بتساوي في سكندري ان برايمري على في برايمري ان سكندري في 100. طيب الافشنسي ايكوال كام؟ 80 على 100 بتساوي في سكندري بكام؟ عايز اجيبها. في برايمري بكام؟ ب 240 ان برايمري 3000 ان سكندري 1500 شيفت سولف اجيب في سكندري ايكوال ونشوف. تعالى 80 على 100 تطلع 96 يبقى باور السكندري ب 96 وفولتج السكندري ب 96. طب ما انا عارف ان باور السكندري هيساوي في سكندري اي سكندري 96 ايكوال 96 في كام؟ مش محتاجه طبعا واحد ايه؟ امبير. طيب هو ستيب اب ولا ستيب داون؟ من اول اصلا من قبل اي حاجه مش عدد لفات البرايمري اكبر من عدد لفات السكندري يبقى ده اكيد ستيب ايه؟ داون. يبقى الاجابه هنا بي. نروح للسؤال اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ The opposite figure shows a step down transformer. ده step down ايه؟ transformer يعني بيقلل الفولتج. step down بيقلل ليه؟ خلاص يبقى انا كده فهمت الاوتوماتيك ان ده كده السورس يبقى ده كده في برايمري وده في سكندري. number of turns of primary coil 640 والافشنسي 80 خلاص يبقى الافشنسي ايكوال في سكندري ان برايمري على في برايمري ان سكندري ويسيب الافشنسي على 100. ده يؤدي الى 80 على 100 بتساوي في سكندري ب 20 على في برايمري ب 200 ان برايمري 640. اقدر اجيب ان سكندري ولا ما اقدرش؟ طبعا اقدر. هتطلع ان سكندري تطلع ب 80 تيرن. يبقى الاجابه هنا ايه؟ نروح للسؤال اللي بعده. ماشي. طيب سؤال 19 بقى بيقول لحضرتك ايه؟ Electric energy is transmitted in a power station of capless wire of total resistance 200 ohm. يعني R total خلاص اداها لك ب 200 ايه؟ ohm. If the electric generator supplies the station with electric power of 400 كيلو وات يعني power secondary بيساوي 400 by 10 power 3. Then the power lost عايز ال power lost in the capless in form of طبعا ما فيش heart ولا حاجة in form of heat at potential difference 2 by 10 power 4 power 4. يعني هو عايز ال power lost لما ال V secondary تكون ب 2 by 10 power 4. طب انا عارف ان انا عشان احسب الباور لوست
اي سكندري سكوير ار. والله معايا الاي، فاضل لي الاي ايه؟ سكندري. طب مش انت معاك في سكندري ومعاك باور سكندري؟ طب ما الباور السكندري بيساوي في سكندري اي ايه؟ سكندري. طب تعالى نجيب اي سكندري، هتساوي باور السكندري هو 400 باي 10 باور 3 على الفي سكندري 2 باي 10 باور 2 باي 10 باور ايه؟ 4 على 400 2 باي 10 باور 400 باي 10 باور 3. الرقم ده هيدي حضرتك 20 امبير. يبقى الباور لوست هنا هيساوي 20 سكوير في 200. 20 سكوير ملتبلاي 200 8 باي 10 باور 4 اللي هي ايه؟ عايزها مره ثانيه لما الباور لما الفولت يبقى 5 باي 10 باور 5. نفس القصه بالظبط. اي سكندري هتساوي 400 باي 10 باور 3 ملتبلاي 5 باي 10 باور 5. هو هي نفس الفكره، 400 باي 10 باور 3 ديفايدد 5 باي 10 باور 5 هتطلع 0.8. يبقى الباور لوست هيساوي 0.8 سكوير في 200 سكوير ملتبلاي 200 تطلع 128 واط. نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لحضرتك ايه عن ايديال الكتريك ترانسفورمر. الراجل مشكورا قال لي كلمه ايه؟ ايديال نمبر اوف تيرنز اوف كويل ار 800 و400 از كونكتد تو اي سي سورس 100 فولت زين ذا ماكس اند مينيمال اي ام اف. هو عايز الماكسيمم والمينيموم. الماكسيمم ديت يعني انا عايزني اعلي الفولت عشان استخدم ستيب ايه؟ اب. مينيموم يعني اقلل الفولت عشان استخدم ستيب ايه؟ تمام. طب تعالى مره نشتغل على سنو ستيب اب، مره نشتغل على ستيب ايه. تمام. في الحالتين انا القانون اللي بيحكمني ايه؟ في سكندري على في برايمري، ان سكندري على ان ايه؟ برايمري. كده كده ان برايمري ب 100 وكده كده في سكندري وعايزني احسبها. مره من الاخر احط 400 على 800 ومرة تانية العكس 800 على 400. يعني مرة اخد ان دي سكندري ودي برايمري ومرة دي العكس. تعالى نحسب دي مرة ودي مرة. 400 في 100 على 800 تديني 50 ومرة تانية 800 في 100 على 400 تديني 200. يبقى الاجابة سي. وطبعا دي اكيد الماكسيمم ودي اكيد الايه؟ المينيمم. لان انا اللي هستخدم فيها ان برايمري كبيره وان سكندري الصغيره دي ستيب داون. استخدم فيها ان سكندري كبيره وان برايمري صغيره ده ستيب اب. نروح للسؤال اللي بعده. ذا ريشيو بتوين ذا نمبر اوف تيرنز اوف ان ايديال ستيب اب. قال ايديال. عيش باحترامي الكامل لاي حد بعيد عن الخطوات، مش قال ايديال. يبقى باور السكندري على باور برايمري 1 تو 1. دي حاجه. مش قال ستيب اب. واداني في سكندري ب 300 فولت. طب مش هو قال لي ستيب اب يعني بيعلي الفولتج، يبقى اكيد في برايمر هتبقى اقل من كام؟ من 300. مستر لو عايز اشتغل بخطوات عادي جدا يا حبيبي اعمل ايه؟ مش هو قال ايديال؟ يبقى في سكندري على في برايمر هيساوي ان سكندري على ان برايمر. مع العلم كده لو حضرتك عايز تعوض مش ده ستيب اب، يبقى ان سكندري اكبر 3 2 300 كروس مالتيبليكيشن هتطلع في برايمري بكام؟ ب 200. وكده كده الباور 1 تو 1 عشان قريب. بس الصراحه السؤال مش محتاج، يعني لو انت ذكي ثانيتين هتعرف تحله من غير ايه؟ خطوات. نروح للسؤال اللي بعده. ان ايديال ستيب داون. قال لك ايديال برضه. ستيب داون ترانسفورمر ذا ريشيو بتوين نمبر اوف تيرنز 4 تو 1. مش ده ستيب داون؟ يعني عدد لفات البرايمري هي اللي ب 4 وعدد لفات السكندري بكام؟ 1. So if the secondary coil is connected to electric bulb labeled 60 volt يعني V secondary 60 volt و I secondary 20 امبير. مش ده ايديال يا حاج؟ ايوه مظبوط. يبقى V secondary على V primary N secondary على N primary I primary على I secondary. عوض معايا ايه معايا وايه مش معايا؟ V secondary 60 V primary اكيد هو عايزها. ان سكندري على ان برايمري 1 على 4 بيساوي اي برايمري اكيد هو عايزها على اي سكندري 20. 20 في 1 على 4 5. 4 في 60 على 1 240. يبقى الاجابه شيفت سولف بقى كروس مالتيبليكيشن اللي رايح حضرتك عوض ايه؟ في
نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لحضرتك ايه step down transformer has efficiency 90%. The ratio between potential difference of two core coils 4 to 7 step down يعني بقلل voltage يعني voltage primary بيساوي 7 و voltage secondary بيساوي 4 and the electric current passes in primary coil 10 ampere I primary ب 10 خلاص كده اقدر اجيب I secondary من efficiency بتساوي V secondary I secondary على V primary I primary وهنا على 100 يبقى كده نقدر نقول 90 على 100 بتساوي 4 على 7 ملتبلاي اي سكندري على 10. طب تعالى نعوض. هتطلع 15.75 يبقى اي سكندري هتطلع 15.75 امبير. كده جبنا ايه؟ اي سكندري. هو عايز ان سكندري ومديني ان برايمري يبقى هعوض في القانون الثاني اخوه الافشنسي بتساوي في اس ان بي على في بي ان اس في 100 او هودي هناك على 100 يعني 90 مش كانت 90 او 90 على 100 بتساوي في اس على في بي قلنا بكام 4 على 7 ان بي بكام 400 عايز اجيب ان اس تعالى نعملها شيفت سول تطلع 253.9 اللي هي 254 ايه تيرن يبقى الاجابه ايه يبقى هي تعويض مباشر بس في القانون وانا عرفت منين اشتغل بالقانون ده عشان قال لي افشنس فبشتغل اكوردنج للجيفن اللي ايه اللي عندي ستيب داون ايديال ترانسفورمر ستيب داون على الايديال طب طالما ستيب داون يعني فولتج البرايمري اكبر من السكندري وفلام باور السكندري ب 12 وات وفي سكندري 6 فولت ذا ريشيو بتوين اكسترنز 20 1 مش ده ستيب داون يعني بيقلل الفولتج يعني عدد لفات البرايمري 20 وعدد لفات السكندري 1 ذا كارنت باسنج ذا تو كويلز اوف ترانسفورمر عايز اي برايمري على اي سكندري طيب الموضوع سهل وبسيط ما هو باور السكندري هتساوي في سكندري اي سكندري ده مبدئيا باور السكندري 12 ايكوال في سكندري 6 يبقى اي سكندري ب 2 ده مبدئيا حلو طيب مش هو الايديال طب وليه ما نمسك على نفسي ما اي سكندري على اي برايمري بيساوي ان برايمري على ان سكندري اي سكندري ب 2 اي برايمري مش معايا ان برايمري 20 ان سكندري مش معايا يعني واحد سوري 1 في 2 على 20 1 على 10 0.1 يبقى الإجابة B. نروح للسؤال اللي بعده بيقول لحضرتك إيه A transformer of efficiency 80% its secondary coil connected with an electric bulb of resistance 10 ohm يعني our secondary 10 ohm والكفاءة 80 على 100 consumes electric joule 3000 joule during 5 minutes يعني الباور ما انا عارف ان الباور بيساوي انرجي على تايم يعني 3000 على 5 في 60 ان هو بشتغل بالسكند باور السكندري ب 10 ايه وات اف ذا انديوز ام اف ان الكتريك سور كونكتد تو برايمري كويل 200 فولت في برايمري 200 فولت ذا كارنت انتنسيتي باسنج ثرو سكندري كويل عايز اي سكندري الافشنسي بتساوي باور السكندري على باور البرايمري في 100 اللي هي في سكندري اي سكندري على في برايمري اي برايمري في 100 تعال نشوف ايه اللي نقدر نعمله الافشنسي معايا 80 على 100 بتساوي طيب مش معايا باور السكندري ب 10 وبدل ما احط باور البرايمري هكتب في برايمري في اي برايمري يبقى 200 في اي برايمري هقدر اجيب اي برايمري اهو هطلع
هتطلع I primary 0.0625A امبير. هروح اخد الافشنسي ديت وعوض في قانون V secondary I secondary على V primary I A primary في 100. طب يعني عايز تقول يا مستر عايز اقول ان 80 على 100 هتساوي هو الراجل الداني ايه. طب ثانية واحدة مش انا عايز باور سكندري وار سكندري لما تيجي نجيب اي سكندري ما الباور سكندري هيساوي اي سكندري سكوير ار يعني 10 ايكوال اي سكوير في 10 يعني اي سكندري بواحد ايه امبير. كمان انا جبت اي سكندري بواحد امبير. طب ما 80 على 100 في سكندري في 1 على باور البرايمري اللي هو في برايمري في اي برايمري 200 في 0.0625 الكلام ده شيفت سولف. تعال نشوف 80 على 100 تطلع في سكندري 10 فولت. كان ممكن برضه اجيبها عامه من في سكوير على ار يعني. طيب ماشي. طب خلاص هو عايز ايه بقى؟ عايز ايه هنا؟ current intensity passing through secondary coil. هجيبنا اي سكندري بكام؟ 1 امبير ماشي اهي. From the previous question the potential difference between terminals of secondary coil جبناه بكام؟ 10 فولت اهي. From the previous question the type of transformer في برايمري ب 200 وفي سكندري ب 10 واضح انه خسف بيه الارض يعني هو ده ستيب ايه؟ داون طبعا انه قلل الايه؟ الفولتج. نروح للسؤال اللي بعده. احنا جبنا حاجات يمكن ما كانش طالبها بس ادينا فكنا كل ايه؟ حاجه. كان ممكن نشتغل بطريقه اسهل من دي على فكره يا جماعه. مش انا معايا باور السكندري وار سكندري كان ممكن اجيب باور يكون في سكور على ار جبت في سكندري وباور يكون اي سكور ار جبت ار سكندري من غير ما اعمل اللفه دي كلها. عامة يعني بالمناسبة the opposite graph ماشي 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 واضح ان ده جراف ما بين الباور سكندري على باور البرايمري. خلاص يا حاج اجري هات لي الايه؟ الافشنسي 7 على 8.75 في 100 تطلع 80% تقريبا 80% كده. انا عرفت ان الافشنسي هنا بكام؟ 80% عن طريق السلوب. The opposite graph show relation ماشي 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 produced step A down ratio between number of turns 20:1. طالما ده يا جماعه step down يعني عدد لفات البرايمري هو اللي 20 وعدد لفات السكندري كام؟ 1. since the potential difference of primary coil 220 فولت V primary 220 اكيد عايز V secondary. طيب خلاص مش الافشنسي بتساوي V secondary N primary على V primary N secondary على 100 عشان نخلص يعني جدا الافشنسي كام؟ 80 على 100 بتساوي V secondary هو عايزها V primary 220 N primary على N secondary 20 على 1 80 على 100 تطلع 8.8 فولت. يبقى الاجابه هنا في سكندري ب 8.8. نروح للسؤال اللي بعده. The number of turns of each pair of output terminals of transformer is shown in the diagram between which two terminals the output be 12 فولت. مبدئيا كده دي 6 فولت. دي كام؟ 6 فولت. انا عايز يطلع 12 فولت. يعني انا كده عايز ستيب اب ولا ستيب داون؟ ستيب اب. ستباب يعني عدد لفات السكند اكبر من البرايمري. يبقى بالتالي احنا هنوصله بتوين ايه؟ ار واس. هنوصله بتوين ايه؟ ار واس. لان لو هما نفس عدد اللفات يبقى كده ده ولا ستباب ولا ستيب داون. فمش هيعلي فولتج. هيوصل هنا 6 وهنا 6. وحتى الايكويشن عبيطه في برايمري على في سكندري ان برايمري على ان ايه؟ سكندري. في برايمري ب 6. في سكندري انا عايز اوصلها 12. ان برايمري 20. ان سكندري لازم 20 في 12 على 6 يديك كام؟ 40.
يبقى ان ساكن لسه 40، فهختار اللي هي اللي ايه اللي هتوصله بال 40. نروح للسؤال اللي بعده، ده من الاسئله الحلوه قوي. بيقول لك a transformer connected a battery of switch and the circuit of secondary coil was connected to electric lamp as shown. So للاسف 90% من الطلبه بيروحوا في السؤال ده يقول لك بس بطاريه يا حاج يبقى ايه؟ اللمبه مش هتنور. طبعا بنروح في 60 داهيه. هنا خلي بالك هو المفتاح قال لك الكي ايه؟ كلوزد. يعني بص تلاقي في جاب لك ايه؟ هو مش لاحق. هو انا كنت بقول اصلا ليه لو في بطاريه اي سكندري وليه ما في سكندري بزيرو؟ عشان ما فيش تشينجبل فلكس، الفلكس ثابت، فالفلكس الثابت اول جمله اكدنا عليها في شابتر 3 الفلكس الثابت لا يولد شيء. طب افرض الراجل استسكى وحط لي مفتاح وقفله، قال لك لحظه قفل المفتاح او لحظه فتح المفتاح. في الحالتين دولت يا بيحصل يا باكورد يا فورورد، يعني في تشينج في الفلكس. فلحظه فتح المفتاح او لحظه فتح المفتاح قفله او فتحه هيكون كارنت انديوسد في سكندري كويل ايه؟ مومنتري. فهنا ممكن نقول ايه؟ لامب از جوينج اون از لونج از ذا سويتش از كلوزد. لا طبعا، يعني ايه از لونج؟ يعني بعد فتره من قفل المفتاح. لا، لامب جوينج اون ات انستنت اوف كلوزنج ذا كي. طبعا صح، اللمبه هتنور لحظيا مومنتري لحظه قفل الايه؟ المفتاح او فتحه. لكن هتنور على طول؟ لا. هل مش نور خالص؟ لا. لحظه قفل المفتاح او لحظه فتح المفتاح في تشينج في الماجنتيك فلكس، فبالتالي هيكون كارنت ايه؟ انديوس. نروح للسؤال اللي بعده تقريبا، السؤال الاخير في الميديم. A sinusoidal AC supply is connected to the primary coil of 100% efficient transformer. الكفاءة 100%. As on which of the following is in the reading? ماشي. Which of the following in the reading of the ammeter? عايز رأيت الأميتر يعني على الآخر. معايا V secondary و R secondary. قادر أجيب I secondary. 80 على 100. 0.8 أكيد. بس نحسبها احتياطي. 0.8 أمبير. طيب مش دوت ايديال؟ ان سكندري على ان برايمري هتساوي اي برايمري على اي سكندري. ان سكندري بكام دي؟ 1000 دي ولا 100؟ 1000. ماشي. ان برايمري كام؟ 200. اي برايمري هو عايزها دي رايت الاميتر. اي سكندري لسه جايبينها بكام؟ 0.8. يبقى 0.8 في 1000 ديفايدد 200 تطلع 4. يبقى الإجابة هنا تشويس إيه؟ 4.0 اللي هي 4 يا جماعة. يبقى 4 أمبير. آخر سؤال معانا في الميديم. A lamp work at 12 فولت which circuit is suitable to bright إيه؟ ذا لامب. طيب مبدئيا بس عايزكم تغيروا لي حاجة معلش. إن عدد اللفات هنا دي الرسمتين دول زي بعض اللي هما بي ودي. وبالتالي إحنا هنعدل واحدة فيهم ونخليها 4. لكن 4. فبالتالي ده دي سي فمش متوافق عليه وده دي سي فمش متوافق عليه. طب انا عايز اعلي الفولتج، عايز اعلي الفولتج استخدم ستيب اب ولا ستيب داون؟ ستيب اب. ستيب اب دوت انا عايز ازود عدد اللفات اخليه قدها اكتر، مش دي 2 فولت لازم التانية تبقى قدها كام مرة؟ 6 مرات. يبقى بالتالي او ممكن بص لا مش هنغير دي 4، خلي واحدة 12 وواحدة 24. واحدة 24. طيب طالما ما جابش تريد efficiency يبقى ده ايه؟ ايديال. يبقى لازم V secondary على V primary تساوي N secondary على N primary. كده كده V primary بكام؟ ب 2 فولت. وهو عايز يوصل للمبة كام؟ 12 فولت. وكده كده N primary بكام؟ ب 4. يبقى انا عايز رسمه فيها ان سكندري بتساوي 4 في 12 على 2 كام؟ 24 فولت. طبعا بس هي الرسمه دي اترسمت غلط، هي المفروض واحده 12 واحده 24، فتبقى الاجابه ايه؟ دي. انا عندي دي كده عندنا هنا دي 24 ايه؟ وبكده نكون خلصنا دي الميديم. ربنا معاكم يا شباب. طيب نسجل بقى يا شباب مع بعض الهارد. طيب اول سؤال عندي في الهارد بيقول لحضرتك ايه؟ The figure shows input voltage for step down transformer.
طالما ستيب داون يعني الفولتج هيقل. في الرسمه الاصليه اللي عندي الفولتج بكام؟ ب12. يبقى انا عايز الجراف اللي هيقل فيه عامل ايه؟ 12 فولت. فالاجابه الوحيده اللي تنفع هنا ايه؟ تشويس سي. نروح للسؤال اللي بعده. In the opposite figure, an electric transformer of efficiency 96% has a primary coil of 440 turn. يعني الراجل بيقول لي ان N primary 440 and a secondary coil connected to a lamp of power is secondary 36 watt, work on potential difference 24 volt, voltage is secondary 24 volt. واضح جدا ان voltage كمان primary 220 volt. And the number of turns of secondary coil, عايز N secondary. طيب ما الموضوع سهل جدا، انا معايا كمان N primary. طب خلاص الافشنسي بتساوي، هو عايز ان سكندري، عايز قانون في ان سكند في سكندري ان برايمري على في برايمري ان سكندري، والافشنسي على 100. فبالتالي يبقى كده هنكتبها هنا كده 96 على 100 بتساوي في سكندري اللي هي بكام؟ 24 ملتبلاي ان برايمري اللي هي 440 على ايه؟ في برايمري ان سكندري. في برايمري كام؟ في برايمري ب 220 ان سكندري. طيب بلاش نعملها كروس ملتبليكيشن او شيفت سولف، مش تفرق. تطلع ان سكندري ب 50. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده سؤال من الاسئله الحلوه قوي. From the opposite figure, the consumed electric power and resistance are equal. طيب ده ideal transformer، يبقى V secondary على V primary هتساوي N secondary على N primary. V secondary بكام؟ انا عايز اجيبه. V primary 400، N secondary بكام؟ 50، N primary بكام؟ 200. يبقى 50 في 400 على 200 تطلع في سكندري ب 100 فولت. فحضرتك اوعى تغلط الغلطه المتوقعه ان انت تقول الباور ايكوال في سكوير على ار. لغايه دلوقتي انت مظبوط، بس احنا قلنا عشان نحسب الباور بشتغل بفي ماكسيمم ولا في افكتيف؟ بشتغل بفي افكتيف. الفي اللي انا جبتها هنا ماكسيمم ولا افكتيف؟ ماكس، عشان انا اشتغلت بفي برايمري ماكسيمم. فيبقى الباور ايكوال الفي بكام سكندري؟ 100 في ساين 45 عشان احولها للافكتيف، السكوير على الاثنين مع بعض بعد ما تتحول على الريزيستنس امه كام؟ 25. 100 ساين 45 سكوير ديفايدد 25 هتطلع 200 واط. هيطلع الباور هنا 200 ايه؟ واط. نروح للسؤال اللي بعده. ستيب اب ترانسفورمرز ريشيو بتوين اتس تيرنز 1 تو 2 current in primary coil current frequency، يعني frequency of current in primary coil 50 هرتز thus the frequency in secondary coil. اتفقنا وعدنا مرارا وتكرارا ومهمه جدا ان الفريكوانسي يا جماعه ما بتتغيرش تحت اي بند. ايديال ترانسفورمر، من معلومات الايديال ترانسفورمر اللي عايز حضرتك تعرفها ان فولتج ايتش تيرن في البرايمري ايكوال فولتج ايتش تيرن في الايه؟ في السكندري. تاني، voltage each turn في primary and voltage each turn في الايه؟ في secondary. فبالتالي هو قال لك voltage potential difference اهو between each one turn of primary coil is VB. Then what is the potential difference between each turn in secondary coil؟ طبعا هتبقى برضه VB. دايما يا جماعه voltage كل لفه في primary بيساوي voltage كل لفه في الايه؟ في بيقول لحضرتك the ratio between number of turns of secondary coil to number of turns of primary coil of ideal electric transformer is equal to y. قال لك ايه؟ ideal if the output power of secondary transformer PW the input power PW برضه. احنا قلنا يا جماعه طالما الراجل قال ideal power the primary and the power the ace. يا مستر دي اسئله هارد. اه يا جماعه خلي بالك الحاجات دي خبايا بين السطور، مش معنى ان هي متقاله لحضرتك من ضمن تريكات الحصه ان هي حاجات بيزك. دي حاجات بين السطور، فبالتالي تبقى الاسئله من الاسئله الايه؟ الصعبه جدا. نروح للسؤال اللي بعده. One of the transformer that we use a lot in our daily life is the mobile charger.
and there are some modern phones that charge without connecting a wire between the base and the mobile. So how is the electric power transmitted from the base to the mobile without wires? من الآخر بيكلمك على wireless charger. إيه فكرة ال wireless charger؟ فكرة ال wireless charger مبنية على induction. اللي بيحصل في ظهر الموبايل بيبقى ازاز, بيحصل جوه في كويل والوايرلس من جوه في كويل, فبيحصل ميوتشوال اندكشن بين الوايرلس تشارجر والموبايل يكون كهرباء. بيقول لك ايه, باي ميوتشوال اندكشن بين تو كويلز, وان اوف ذيم ان ذا بيز اند ذا اذر ان ذا موبايل. باي سيلف اندكشن, لا طب ترانسميت ثرو فاكيوم بيكوز اتس الكترومغنتيك ويف, لا ذا موبايل كود ريسيف ات اس كونتين ريزونانس سيركت, لا برضه يبقى لا بين الايه, عشان بيحصل ميوتشوال اندكشن بين الايه الوايرلس تشارجر والموبايل. طيب احنا اتفقنا ان لو الراجل وصل لي ترانسفورمر بدي سي سورس يبقى عندي اي برايمر بتساوي في بي على ار بلس ار, واي سكندري بي ام اف سكندري بي بزيرو. في حاله ان مفيش مفتاح يتقفل او يتفتح فمفيش تغير في الماجنتيك ايه فلكس, فبالتالي يبقى كده لمبه واحد هنا هتنور لكن لمبه اتنين مش هتضيء, مش هتنور عادي جدا. ده متوصل مع بطاريه لكن ده متوصل ايه بالسكندري ومفيش تشينج للفلكس, فمش هيتكون كارنت اندوسد في السكندري. كويس, نروح للسؤال اللي بعده. The opposite figure shows an ideal electric transformer connected between AC source. ماشي, بدأ معايا V primary و I primary و I secondary. طب ماشي, ما V secondary على V primary هيساوي I secondary I primary على I secondary. V secondary على 220 هيساوي 0.2 على 2, يبقى 0.2 في 220 على 2 تطلع 22, تطلع V secondary ب 22 فولت. فبالتالي كده برايمري اكبر من سكندري, يبقى ده ستيب داون. كناش محتاجين الصراحه الحته ديت, ليه؟ لان هو كده كده ايه I primary اصغر من I secondary. طيب عايز ايه تاني؟ V secondary على V primary, V secondary ب 22, 22 على 220 1 على 10, يبقى الاجابه هنا لتر بي. نروح للسؤال اللي بعده, ده من الاسئله الحلوه جدا اللي لازم الناس تركز فيها. The opposite figure represent two electric transformers XY with efficiency 80% و 90%. If each transformer is connected to a source of potential difference V, then the ratio between potential difference across each one third of the secondary coil of transformer X that of transformer Y. ركز بقى معايا كويس قوي. اول حاجه اعملها 80 على 100 بتساوي, انا معايا معلومات عن الام في سكندري على في برايمري اللي هي في في ان برايمري اللي هي 100 على ان سكندري اللي هي 200. دي اول ايكويشن. تاني ايكويشن الترانسفورمر اللي تحتيه 90 على 100, انا اشتغلت اول على ترانسفورمر اكس, تعالى نسمي دي في اكس اللي هي في واي. يعني الايكويشن دي اللي تخش كويل, تخص كويل ايه اكس. حتى تعالى نعمل ده بص عشان الناس ما تتلخبطش, اهو ده الاحمر وده الازرق. 90 على 100 بتساوي في سكندري, برضو مش معايا في برايمري هنا, هي في برايمري هنا, ففي ان سكندري, احنا قلنا في سكندري في برايمري, ان برايمري على ان سكندري 100 على كام؟ 50. حلو الكلام ده؟ طيب هو عايز البوتنشال ديفرنس اكروس اتش 1 ترن اوف سكندري كويل. طيب تعالى نجيب في سكندري من هنا وفي سكندري من هنا. في سكندري اللي بالاحمر هتساوي 80 في 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 200, اعمل كروس مالتيكيشن, بعمل كروس ايه مالتيكيشن, ده في ده بيساوي ده في ده, بتساوي 100 في 100 10000 في سكندري. هات لي في سكندري لوحدها هتعمل ايه؟ 80 في 200 على 10000, هتطلع 8 على 5 في. 8 على 5 ايه؟ في. طب تعالى نشتغل على في سكندري الثانيه, نعمل برضه كروس مالتيبليكيشن,
تسعين في خمسين في في، تسعين في خمسين 4500 في بيساوي 100 في 100 برضو ايه 10000 في سكندري. هات لي في سكندري يا عم الحاج. 4500 ديفايدد ايه 10000 بتطلع 9 على 20 في. طيب هو عايز في سكندري اكس على في سكندري واي، بس خلي بالك في سكندري اكس ده تقسم على كام؟ على 200، لان هو عايز بتاع ايتش 1 تيرم، فقسم دي على 200 يعني 8 على 5 ديفايدد كام؟ تطلع 1 على 125 في، ما زلت الفي زي ما هي. ده تتقسم على كام؟ على 50، 9 ديفايدد 20 ديفايدد 50 هتطلع 9 على 1000 في. يبقى انا كده فولتج كل لفه هنا وفولتج كل لفه هنا. هو عايز اكس على واي، يعني 1 على 125 ديفايدد 9 على 1000 هتطلع 8 على 9. تطلع 8 على كام؟ يبقى تاني كده سريعا انا عملت ايه؟ انا اشتغلت efficiency ده وefficiency ده. الفولتج البرايمري هنا قد الفولتج البرايمري هنا، حطيت كل حاجه لقيت ان انا عندي في سكندري وفي برايمري وفي سكندري وفي برايمري، بس انا عارف ان في برايمري هنا قد في برايمري هنا. عملت ده في ده بيساوي ده في ده، طلعت ريشيو ان في سكندري طلعت 8 على 5 فولت هنا، مش فولت يعني 8 على 5 في. وعملت برده كروس مالتيبيكيشن في الزرقاء، طلعت ان في سكندري بيساوي 9 على 20 في. الراجل عايز فولتج اتش 1 تيرم، فهمسك الفي سكندري الزرقاء اقسمها على عدد لفات السكندري اللي هي كام؟ 50. طلع لي الرقم ده. اللي طلع لي من اللي فوق برده مسكته قسمته على كام؟ 200، فطلع لي الرقم ده. بس عملت ده ديفايد ده، جبت ريشيو 9، هو عايز الاكس على واي، يعني 8 على 5 في، بدل ما اعمل ديفايد عملت ملتيباي وشالت 1000 على 9 في، او حطها حتى على الكالكليتر مره واحده. كده كده الفي هتروح مع الفي، طلعت 8 على 9. نروح للسؤال اللي بعده. تي في works on an AC potential difference with maximum value 550 فولت. مش ده جهاز؟ يبقى دي كده في ايه؟ secondary. its frequency is 50 هرتز. يبقى دي كده frequency primary و frequency secondary. which is supplied by a step up transformer. whose primary coil is connected to AC dynamo. الدايمنشن بتاعته 20 و10، يعني دي كده الاريا بتاعت الدينامو. البي بتاعته 0.14. number of turns بتاعته equal half number of turns of primary coil، يعني ان دينامو بتساوي half ان primary of transformer. the number of turns of secondary coil of transformer equal assuming the efficiency 100%. يعني ايديال v secondary على v primary هتساوي ان secondary على ان ايه؟ تعال نشوف هنعمل ايه. والله في سكندري 550، والله هو عايز ان ايه سكندري ده اللي هو عايز، ان برايمري بقى بتساوي ايه؟ ان برايمري انا هحطها ان برايمري. الدينامو قانون ليه مبدا الدينامو النبوي ساين 45، الان الدينامو بتساوي نص ان برايمري، نص ان ايه برايمري. ادي الان هنحتاج نكبر الدنيا بقى. طب تعالى نمسح الكلام ده معلش من التاني الاول، انا اسف، عشان نكبر الدنيا بس. ماشي، كل اللي احنا قلناه هو هو بالظبط، بس تعالى ايه عشان نعرف نكتبها كده. احنا قلنا ايه؟ في سكندري على في برايمري هتساوي ان سكندري على ان برايمري، عشان هو على الايدل. في سكندري قلنا بكام؟ 550. مستر حولها لإفكتيف. لا ما هو كده كده بدل ما احول لإفكتيف واضرب في ساين 45 خليني اجيب في برايمري برضه ايه ماكسيمم، فبالتالي اكني طيرت ساين 45 مع ساين 45. وبتاع علوم يا سيدي لو انت حاسس ان الدنيا ملخبطه شويه، وانا عارف ان انا علمي علوم عشان ما تجوش تقولوا لي، بس يعني اسرع منكم شويه يمكن. من الاخر حضرتك ايه؟ حط ساين 45 وساين 45 وهيطيروا مع بعض، فمش فارقه يعني، فبالتالي ممكن نريح نفسنا بس وما نحطش ايه؟ ساين 45 ولا هنا ولا ايه؟ ولا هنا. فبالتالي في سكندري ب
550 فولت ايكوال ان سكندري هحطها بان سكندري، ان برايمري هحطها بان برايمري، وفي برايمري ديت هفكها لايه؟ ان اي بي اوميجا. نرمي من شابتر 3 الان، احنا قلنا هنا ان ان دينامو نص ان برايمري، يبقى الان هحط مكانها ايه؟ نص ان برايمري. الاريا اجيبها على جنب كده 20 في 10 باي 10 باور نيجاتيف 4، تطلع واحد على 50 اللي هي 0.02. اهي في 0.0 ادي ان في ايه؟ البي 0.14، الاوميجا 2 في باي في الفريكونسي بكام؟ ب 50. طبعا ان بي هتروح مع ان بي، يعني كده ان سكندري هتساوي 550 على نص في 0.02 في 0.14 دي 14 في 2 في باي في 50، هتطلع 1250 ايه؟ طيب. يبقى الفكره كلها ان انا هطير ان برايمري مع ان برايمري، وان في برايمري عشان ده اي سي هتتفك النبل. مستر ليه ما حولتش لافكتيف؟ يا سيدي ما عشان الاثنين ماكسيمم، عايز تحول دي لافكتيف ودي لافكتيف مفيش ايه؟ مشكله. نروح للسؤال اللي بعده بيقول ماشي، في سؤال في النص كنا هنفوته. بيقول حضرتك ايه برينتر ريتن اونيت 25 هرتز و 220 فولت؟ طالما ده جهاز يبقى ده في ايه؟ سكند. ايديال ستيب اب ترانسفورم اتس برايمري كويل از كونكتد تو اي سي دينامو في اريا اوف اتس كويل 0.05 ريفولفز ان ماجنتيك فلكس دينستي 0.3 تسلا اند ذا نمبر اوف تيرنز اوف دينامو 112 تيرن اند ذا نمبر اوف تيرنز اوف برايمري كويل 610، عايز النمبر اوف تيرنز اوف سكند. طب الاي ام اف بتاعت الدينامو بتساوي نابا وي ساين 45، اشمعنى هنا يا مستر حولتها لافكتيف؟ ان هو طالما ما قاليش ماكس يبقى الاي ام اف اللي مديها لي على البرنتر دي افكتيف. الان بتاعت الدينامو 112، الاريا دي 0.05 متر سكوير، الاريا ب 0.05، البي 0.3، الاوميجا 2 في باي في الفريكونسي 25. يا مستر دي فريكونسي البرينتر، ما احنا اتفقنا بقى ان دايما فريكونسي البرايمري اند فريكونسي السكندري. في ساين كام؟ 45. تعالى كده نجيب اي ام اف الدينامو ونشوفه بكام. 112 قلنا في 0.05 في البي 0.3 في 2 في باي 25 في ساين 45، طلعت في برايمري 186.6. طب خلاص مش هو قال ايديال، يبقى بالتالي هنعوض في قانون فين فين ماشي هنا، في سكندري على في برايمري تساوي ان سكندري على ان ايه؟ برايمري. في سكندري بكام؟ نكتبها فين يا هشام؟ هنا 220 فولت، في برايمري 186.6 بتساوي، تعالى كده نحطهم بس الاول كده 220 على انسر ماشي. بتساوي قلنا ان سكند على ان برايمري ذا نمبر اوف تيرنز اوف برايمري كويل 610، وعايز ان سكند، ان سكند على 610 يبقى 610 في 220 على 186.6 تدي حضرتك 700 بالظبط، 719.1 تيرن. طبعا مفيش حاجه اسمها كده، فهتختار ايه؟ 719 ايه. نفس الفكره ان في برايمري هتتفك لايه؟ ان اي بي اوميجا. نروح للسؤال اللي بعده. The opposite diagram represents an ideal transformer. بس ركز بقى هنا عشان الفكره دي حلوه. الترانسفورمر البرايمري دوت متوصل بكام كويل سكندري؟ 2. طب مش هو قال ايديال؟ يعني الراجل كده بيوجهك بيقول لك ايه؟ ان باور البرايمري بيساوي باور سكندري 1 بلس باور سكندري ايه؟ عشان هو البرايمري ده بيشغل كام كويل؟ 2.
هو عايز في سكندري واحد وفي سكندري ايه؟ اتنين. بص يا سيدي، انا هشتغل ده مع ده مرة وده مع ده مرة، اللي بالازرق مرة والاحمر مرة، في سكندري واحد على في برايمري 600 هتساوي 60 على 1000 وايه؟ 200. كروس مالتيبليكيشن 60 في 600 على 1200 هيديني كام؟ 30. يبقى في سكندري واحد كده بكام؟ ب 30 فولت. طب هشتغل بقى الازرق مع الازرق، في سكندري 2 على في برايمري كام؟ 600. ان سكندري كام؟ 30 على ان برايمري كام؟ 1200. يبقى 630 على 1000 وايه؟ هتطلع 15 فولت. يبقى في سكندري 2 بكام؟ 15 فولت. يبقى واحده 30 فولت واحده 15 فولت. في مشاكل في الكلام دوت؟ وبكده اكون جبت فولتج سكندري واحد وفولتج سكندري اتنين، كانت تبقى احلى الصراحه لو فيها كرنتات. بس ايه؟ نفس الفكره، الفكره كلها انا عايزك تفهم ان دايما باور البرايمر، لو عندي كويل البرايمر شغل اتنين سكندري يبقى اشتغل ده مع ده وده ايه؟ مع ده. ولازم باور البرايمر الاولاني يساوي باور السكندري الاولاني بلس باور السكندري ليه؟ التاني. كنا قلناه اوريدي دوت واحنا بنحل في الميديم، كان في واحد شبهه بس دوت بقى هنا بيسال على ايه؟ نون ايديال ترانسفورمر. فبالتالي في النون ايديال اكيد 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 باور البرايمري اكبر من باور الايه؟ السكندري. يبقى الكيرف لازم يبقى مايل ناحيه الايه؟ البرايمري. يبقى الاجابه هنا اكيد ايه؟ سي. يعني باور البرايمري، بص السكندري بيزيد قليل والبرايمري بيزيد ايه؟ كتير. اخر سؤال معانا، ستيب داون ترانسفورمر يوز تو كونفرت فولتج من 240 ل 5 ورك اون ا ديفايس 3 فولت. السورسز دي كلها من 240. حلو؟ هيبعتوا للسكندري كلهم 5. هيبعتوا للسكندري كلهم كام؟ 5. انا عايز الجهاز بتاعي يشتغل على كام؟ 3 فولت. طيب هو هنا لما ده 5 في حاجه في السكندري غير الجهاز؟ فبالتالي الجهاز ده هياخد كام؟ 5 فولت. هو عايز يشتغل على كام؟ 3. يبقى ايه اللي هيحصل له؟ هيتحل، ما ينفعش. هل في حاجه هنا برضو غير الجهاز؟ فبالتالي برضو هيخش ال 5، فايه اللي هيحصل له؟ هيتحل، فما ينفعش. هنا ال 5 مثلا انا عندي ريزيستنس ودفايس بس من شابتر 1، دول بارلل ولا سيريس؟ بارلل. فبالتالي ده هياخد 5 فولت برضو وده 5 فولت، ما ينفعش هيتحل. هنا بقى البروبابيلتي الوحيده ان الفولتج يتقسم ان انا يبقى عندي حاجتين ايه؟ سيريس. فده كده هياخد 3 فولت وده هياخد 2 ايه؟ فولت. ان دي البروبابيلتي الوحيده ان ده ايه؟ يحصل. فبالتالي الاجابه هنا تشويس ايه؟ دي. وبكده نكون خلصنا الهارد وشابتر 3 خلص باذن الله. معاكم مستر مصطفى في شابتر 4 هو اللي هيسجل معاكم باذن الله، وان شاء الله احنا بقى نتقابل في كويستشن بانك شابتر ايه؟ سي.